يعني اليوم ما جرى في مخيم يحياوة والاستجابة السريعة من قبل قيادة المقر المتقدم وأيضا دائرة الهجرة وأيضا الشرطة الاتحادية وجميع الصنوف الأمنية، اليوم هناك استجابة سريعة من خلال لقائكم بالعائلة، ما الذي تبين هنا في مخيم يحياوة وحول موضوع التهديد؟ شكرا جزيلا. بسم الله الرحمن الرحيم. حقيقة بعد المناشدة التي قام بها الطفل أحمد في وسائل التواصل الاجتماعي كانت الاستجابة سريعة من مكتب دولة الوزراء القائد العام للقوات المسلحة المحترم بتوجيهنا بأن نصل إلى مخيم يحياوة للوقوف على تداعيات هذه القضية. حقيقة هذه القضية ليست بالشكل الكبير، هناك شخص يدعي باسم مزور تهديد هذه العائلة بأن يكون لهم عدو وكذلك بأن يقوم باعتقال أفراد هذه العائلة وتبقى النساء لوحدها في المخيم، لكنه كما تعلمون المخيم محمي بقوة أمنية، وفي هذا اليوم بتوجيهات السيد القائد العام للقوات المسلحة وضعنا قوة أمنية أخرى كقوات أمنية، نحن قادرون على حماية أي شخص في هذه المحافظة سواء في معسكر يحياوة أو غير معسكر يحياوة، نحن قادرون على حماية كل أبنائنا في هذه المحافظة، وإن شاء الله التحقيق مستمر من أجل إيجاد هذا الشخص الذي يهدد بهذا الاسم الوهمي من خلال أرقام الهواتف، من خلال الصفحات التي يقوم بإنشائها على مواقع التواصل الاجتماعي. حقيقة قواتنا نبهة لهذا الشيء، وإن شاء الله بالقريب العاجل سنلقي القبض على من سول له نفسه بالعبث بأمن وسلامة المواطنين، ولا توجد اتهامات الحمد لله والشكر بقضية اغتصاب أو غير ذلك، فقط تهديدات على هذه العائلة باعتقال أبنائها، لكنه قواتنا الأمنية إن شاء الله قادرة على إلقاء القبض على هذا الشخص الذي يدعي بصفحات التواصل الاجتماعي بأسماء وهمية. ومع هذا القوات الأمنية تعاهد جميع أبنائها في محافظة كركوك على القيام بواجباتها ومهامها من أجل حماية المواطنين والوصول إلى مرتكب الجرائم، كما وصلنا في الأيام السابقة بإلقاء القبض على كل الذين يتسوون نفسهم بأمن وعبث عبث أمن كركوك. بالنسبة لهذه العائلة ستكون مؤمنة بالكامل، الاستجابة كانت سريعة جدا من مكتب رئيس الوزراء، كل القيادات الأمنية حضرت إلى مخيم يحياوة ومديرية الهجرة والمهجرين وكذلك باقي الإدارات المحلية من أجل الوقوف على هذه القضية، ونحن إن شاء الله مستمرين بالتحقيق من أجل الوصول إلى هذا الجاني، والشكر والتقدير إلى المساعدة من قبل العائلة بإبداء رأيها وأيضا بإبداء المساعدة بإعطائنا معلومات دقيقة عن ما يجري في هذه المكالمات. شكرا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. من مخيم يحياوة الأستاذ عزير محمد حسين، أقدم الشكر الجزيل لرئيس الوزراء والذي قام بالشكل بحيث لم يحدث على ما أظن لم يحدث أبدا في تاريخ هذا البلد مثل هذا الإسعاف السريع، بحيث استجاب دعوتنا، وأشكره شكرا جزيلا، وأرجو الله عز وجل أن يحفظه من كل مكروه في الدنيا والآخرة. وكما أوجه شكري وتقديري لجميع الحاضرين من القوات الأمنية، من السيد القائد، ومن حقوق الإنسان، ومن المنظمات الأخرى، والهجرة والمهجرين وإلى آخره، وأعتذر إن لم أذكر أسماء بعضهم، فأقدم شكري الجزيل لحضورهم ولسماعهم صوتنا والاستجابة للعلاج بالشكل السريع. سبب المناشدة أولا التهديد الذي كنا نهدد من قبل شخص مجهول منذ فترة طويلة، وقدمنا أيضا بلاغ رسمي كشكوى من ناحية القضاء، وبالإضافة إلى ذلك هو عندما هدد مثل اليوم هدد ونفذ تهديده، كان يهدد بالقتل، يهدد بتهمة الإرهاب تارة، ونفذ مطلبه الأخير، وعده الأخير هو أنه قد وشى لابن عمر 21/8/2020 تم اعتقاله بسبب وشاية هذا الرجل، فإن شاء الله تأخذ العدالة مجراه، وهذا الذي كنت أقوله وأوصله إلى جنابكم وحضراتكم كإعلاميين.
الاسم عزير محمد حسين يونس، مدرس متقاعد حالياً.